أحوال الناس في الدين والدنيا، فأنت تأخذ النفس إلى جوفك لحظات وتضجر منه ثم تخرجه، فما هي الفوائد التي استفدتها من دخوله إلى بدنك؟ ما هناك موضع من جسدك إلا وقد استفاد من ذلك النفس. ألا ترى أنك لو لم تستطع إدخال النفس إلى جسدك لانتهت حياتك، ثم تضجر منه وتخرجه، لو بقي لأضر بك، فكم هي المنافع التي تستفيدها من إخراجه؟ فهذه نعم. فمن الناس من يقول: لما أصابني الله بكذا؟ أما وجد الله غيري من الناس معه أكثر مما عندي، فلما أصابني أنا بانفرادي؟ فهذا يكون بعيدا عن الصبر، فلا بد للمؤمن أن يتحلى بالصبر. مر النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: يا أمة الله، اتق الله واصبر. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، نتذاكر في هذا المقام أحوال الإنسان في هذه الدنيا في أمر دينه ودنياه. فالناس في أمر دنياهم قسمان: ما بين منعم عليه ومبتلى، والناس في أمر دينهم قسمان: ما بين مطيع وعاص. والله عز وجل خلقنا لا لنبقى في هذه الحياة الدنيا، بل لننتقل إلى دار أخرى. وحين خلقنا قدر لنا أقدارا نعيش بها في هذه الحياة الدنيا، وأمرنا بطاعات ونهانا عن معاص تحدد بها منازلنا في الدار الآخرة التي نحن راحلون إليها. فكما سمعتم أن الإنسان إما منعم عليه
وإما مبتلى. والله عز وجل أنعم على عباده بنعم لا تحصى، قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال: وما بكم من نعمة فمن الله. نعمة السمع والبصر والعقل واللسان والأيدي والأرجل، ونعمة الزوجة والأولاد والأموال والتجارات والبيوت والمراكب وغير ذلك، ونعمة الأمن والجاه وحسن الخلق وحسن معاشرة الناس وغير ذلك. فنعم الله عز وجل لا يحصيها أحد، بل إنك لا تستطيع أن تحصي عدد نفس واحد، لا في حال دخوله ولا في حال خروجه. وما أكثر أنفاسك على مدى حياتك، فأنت تأخذ النفس إلى جوفك لحظات وتضجر منه ثم تخرجه. فما هي الفوائد التي استفدتها من دخوله إلى بدنك؟ ما هناك موضع من جسدك إلا وقد استفاد من ذلك النفس. ألا ترى أنك لو لم تستطع إدخال النفس إلى جسدك لانتهت حياتك؟ ثم تضجر منه وتخرجه، لو بقي لأضر بك. فكم هي المنافع التي تستفيدها من إخراجه؟ فهذه نعم بعدد أجزاء جسدك وكل موضع من جسدك، ولا تستطيع أن تعد ذلك. وعد ذلك واضربه في أعداد أنفاسك في حال يقظتك ومنامك، فكيف تستطيع عد بقية النعم؟ فلهذا كان حقا عليك أن تشكر نعمة الله عز وجل على نعمه التي أنعم بها عليك، ولا بد من الشكر. والمؤمنون شاكرون لله عز وجل، فزادت النعم في حقهم نعما. وأما الذي لا يشكر الله فإن النعم عليه نقم والعياذ بالله. والشكر يا معشر المسلمين، شكر الله عز وجل على نعمه يديم بقاءها ويزيدها ويكاثرها ويدفع العذاب. أما أنه يديمها ويبقيها فكما يقول أهل العلم: النعم إن شكرت قرت، وإن كفرت فرت. فإذا شكرت الله عز وجل على نعمه أبقاها ودامت لك. وأما أن النعم تزيد بالشكر وتدفع العذاب، فيقول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فوعدهم إن شكروا أن يعطيهم نعما أخرى، وأن يبارك لهم في النعم التي هم عليها، يزيدهم الله عز وجل من فضله.
ومن كفر نعمة الله توعده الله عز وجل بالعذاب، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذا معشر المسلمين حال من يشكر نعمة الله وحال من لا يشكرها. والشكر لنعم الله عز وجل يكون بالاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا وصرفها في مرضات مسديها عز وجل، فتعترف لله عز وجل بنعمته فيكون قلبك راض بنعمة الله معترفا بنعمة الله، تشعر أنك تتقلب في نعم الله عز وجل ليلا ونهارا. فإذا أكلت طعاما ذكرت نعمة الله، وإذا شربت شرابا ذكرت نعمة الله، فإذا نظرت إلى زوجتك وأولادك ذكرت نعمة الله، وإن شممت وشعرت بالهواء من حولك ذكرت نعمة الله، وإذا نظرت ذكرت نعمة الله، وإذا سمعت ذكرت نعمة الله، إلى غير ذلك. فقلبك معترف لله عز وجل بنعمه، قلبك معترف لله عز وجل بنعمه، وتذكر نعمة الله بين إخوانك وأصدقائك وجلسائك بأن الله عز وجل أغدق علينا بنعمه. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. تحمد الله أمام أصدقائك وجلسائك على ما من عليك وعلى غيرك من النعم في الأموال والأرزاق والأولاد والعافية وغير ذلك، فيشعرون وتشعر أنت ويشعر الجميع بأننا نتقلب في نعمة الله جل وعلا. ومهما نزل على الإنسان من المصائب فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله، فلو ذهبت النعم كلها لمات، وما بقاؤه في الحياة الدنيا إلا أنه يتقلب في نعمة الله. والأمر الثالث أن تصرف نعمة الله في مرضات مسديها جل وعلا الذي أعطاك إياه، فتجعل نعمة الله في طاعة الله لا في معصية الله، أيا كانت تلك النعم، تستخدمها في المباح، تستخدمها في الطاعة، ترتفع بها درجاتك، تكثر بها حسناتك. كم من الناس من لم تزده نعم الله إلا بعدا من الله جل وعلا. فالنعمة نعمة إن استخدمت في طاعة الله، وإلا فهي نقمة. النعمة إن كانت في خير، وإلا فذهابها خير من بقائها. فنظر لا ينفعك ولا يكون سببا لجلب الحسنات، العمى خير منه.
سمع يوقعك في معصية الله الصمم خير منه، لسان يوبقك بمعصية الله البكم خير منه، خطى تقودك إلى معصية الله الشلل خير منه، عقل يقودك إلى خدمة الباطل واعتناق الأفكار المنحرفة الجنون خير منه، أموال تقودك إلى معصية الله الفقر خير منه، وبقية الأمور وغيرها نقول إن لم تقودك حياتك إلى طاعة الله فباطن الأرض خير من ظاهرها، فما لك بقاء في الحياة الدنيا إلا لتستعمل نعم الله لترقى بك في درجات الجنة، لترتفع درجاتك، ليزيد إيمانك، فأنت تتقلب في نعمة الله، نعم الله هذه بها ارتفعت درجات أقوام إلى أماكن عليا في الجنة، وبهذه النعم تردى أناس في دركات جهنم وأوصلت بعضهم إلى أشد العذاب وإلى الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. يا معشر المسلمين، ومن أعظم هذه النعم نعمة العقل، فإذا من الله عز وجل على الإنسان بعقل رشيد وضع كل أمر في موضعه وجعل كل شيء في نصابه، يعلم أن هذا نفع وأن هذا ضرر وأن هذا خير وأن هذا شر، فيضع كل شيء في موضعه ويتجنب الشر ويعمل الخير ويعمل بنعم الله ما يقربه إلى الله. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد أيها المسلمون، فالقسم الثاني من بني آدم مع أقدار الله، من ابتلاهم الله جل وعلا، ولا ينفك الإنسان من البلاء، ولكن من الناس من يعظم عليه البلاء، ومنهم من يبتلى في الشيء بعد الشيء. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب عليه رحمة الله: نعمة العدلان ونعمة العلاوة، يعني بالعدلين قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
ويعني بالعلاوة قوله تعالى وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم. فالمسلم وغير المسلم يبتلى في نفسه وماله، يبتلى بالمرض، يبتلى في سمعه وبصره، يبتلى في ماله، يبتلى في موت قريب له، يبتلى في ذهاب شيء من ماله إلى غير ذلك. فالبلاء نازل، ولكن الشأن كل الشأن، كيف يتعامل الإنسان العاقل مع هذا البلاء النازل؟ فالله عز وجل أمر المبتلى أن يصبر. هذا هو الذي يؤمر به الرجل العاقل المؤمن، أن يصبر على أقدار الله المؤلمة، يصبر على أقدار الله المؤلمة. أما الصبر مطلقا على الأقدار التي تريحه فإنما مطلوب منه شكرها، إنما الصبر عند البلاء المؤلم. والصبر يا معشر المسلمين يظهر بثلاثة أمور: بعدم التسخط على قدر الله، وبحبس اللسان، وبحبس اليد. أما أنه لا يتسخط على قدر الله فإن المؤمن يرضى بقدر الله، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أنه مأجور على ما حصل له. فالمؤمن أولا يصبر، ثانيا ينتظر الفرج من الله جل وعلا، ثالثا يحتسب الأجر من الله. هذا حال المؤمن، يصبر على قدر الله، وينتظر الفرج من الله، ويحتسب الأجر على صبره. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويحبس يده عن أمور الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعور، أو أنه بسبب تسخطه يسيء إلى أحد، إما أن يسيء على عماله، أو يسيء إلى أولاده، أو يسيء إلى زوجته، أو إلى غيرهم من الأبرياء، بسبب أنه في حالة غضب بسبب ما نزل عليه. فهذا أظهر الجزع على يديه، فيحبس المؤمن يده عن أن تعمل شيئا من هذه الأمور السيئة التي تتنافى عن الصبر، تتنافى مع الصبر. ويحبس لسانه عن أن تخرج منه إساءة في حق الله عز وجل. فمن الناس من يقول: لما أصابني الله بكذا؟ أما وجد الله غيري من الناس معه أكثر مما عندي، فلما أصابني أنا بانفرادي؟ فهذا يكون بعيدا عن الصبر. فلا بد للمؤمن أن يتحلى بالصبر. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: يا أمة الله، اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فتركها وانصرف. فقيل لها:
إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلحقته فوصلت إلى باب داره فلم تجد عليه بوابين، فدخلت فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بقبض صفيه من أهل الدنيا فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة. والمراد بصفيه من كان يعز عليه. وقال: إذا ابتليت عبدي بأخذ حبيبتيه فصبر لم أجد له جزاء إلى الجنة. أو كما قال: والمراد بحبيبتيه عينيه. والأدلة في الصبر كثيرة. الشاهد أن المؤمن يصبر على أقدار الله أيا كانت. إذا مات شخص فإنك لا تستطيع أن تزيد في عمره، فقد خلقه الله هكذا أنه يموت في هذا اليوم، فما أنت بالذي تستطيع أن تزيد في عمره. لو قيل لك: انقلبت سيارتك أو احترقت، فهكذا قدر الله لها أن تبقى صالحة إلى هذا اليوم، فما أنت بالذي تزيد فيها؟ إذا قدر الله عز وجل على دكان فاحترق، فهكذا أراد الله أنه يبقى لك إلى هذا اليوم، فما أنت بالذي تستطيع الزيادة؟ بل حتى كوب الماء الذي في يدك إذا سقط وانكسر هذا أجله. هذه آجال مقسومة للناس، للمخلوقات بجميع أشكالها وألوانها، حية أو جمادات، لها أقدار ولها آجال. إذا لبست ثوبا جديدا فاعلم أن لهذا الثوب أجل وأمد يعيش معك، ستراه يوما ما مخروقا أو مشقوقا أو ضاع منه، لا بد له من نهاية يفارقك فيها أو تفارقه. كم من الناس يلبس ثوبا فلا يخلعه، إنما يخلعه المغسل الذي يغسل ذلك الميت. فالمقصود أنها آجال معلومة، إذا آمنت بها اطمأن قلبك وارتاحت نفسك لأقدار الله عز وجل. ربما يستلم الإنسان راتبه فيصل إلى بيته وقد فقده كله، لا تجزع، هذا الراتب ما كتب الله لك أن تستفيد منه، هكذا قدر الله، وسيرزقك الله من غيره، فرزق الله سائر عليه. على هذا فقس، إذا عاش الإنسان بهذا الأسلوب اطمأن وصلحت حياته مع أقدار الله جل وعلا. أيها المسلمون، دعونا ننظر وباختصار إلى أقسام الناس في أمر دينهم. فالناس في أمر دينهم بين مطيع وعاص، والتوفيق بيد الله جل وعلا. فالله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه ليعيش الناس على شرع ودين، وخلقنا الله عز وجل للعبادة. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الذي خلق الله عز وجل الناس من أجله، وخلق من أجله الجن أيضا. كم من الناس من لو تسأله لما خلقك الله لعجز أو تلكأ عن الجواب. هذا جوابه: خلقك الله لعبادته،
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن وفقه الله عمل بطاعة الله في سمعه وبصره وقلبه ويده وبطنه وفرجه ومكتسبه وإنفاقه وعقله ومصاحبته ومعاداته وغير ذلك، تصبح حياته كلها في طاعة الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا شيئا. فمن وفقه الله للإيمان والعمل الصالح لا يقدم بين يدي الله ورسوله شيئا. وقال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالذين وفقهم الله للإيمان والعمل الصالح لا يقدمون أي ولي مهما كانت ولايته، أبا أو أخا أو أما أو زوجة أو قائدا أو ملكا أو رئيسا أو غير ذلك ممن يتولاهم الناس. فالمؤمن لا يقدم أحدا ممن يتولاهم على ما أراده الله وأراده رسوله وعلى كتاب الله الذي أوحاه، بل يجعل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقدمة على جميع مرادات الأصدقاء والأولياء. الفريق الثاني: من ابتلاهم الله بمعصيته، والمعاصي تكون ما بين شهوات وشبهات، فالشهوات هي المعاصي التي تشتهيها النفوس بجميع أشكالها وألوانها، والشهوات هي البدع والمحدثات والأهواء والآراء. فمن ابتلاه الله، من ابتلاه الله ومشى في معصية الله صار لعبة لشياطين الجن والإنس، واستحكم عليه هواه ونفسه والشيطان. هؤلاء ابتلوا بمعصية الله وعاشوا في غضب الله، فإن وفقهم الله عز وجل للتوبة والإنابة، وإلا فهم لعبة لشياطين الإنس والجن في الدنيا وطعمة للنار في الآخرة. أعيد: إن وفقهم الله للتوبة قبل الموت، وإلا فهم لعبة لشياطين الإنس والجن في الدنيا وطعمة للنار في الآخرة. فحسن مصيرك يا عبد الله، واحرص على ما ينفعك وما يقربك إلى الله وما يرفع درجتك، فإن الشهوات قصيرة المدى، إنما هي شهوات مدعومة ومطعمة بمعصية الله، يعيش فيها الإنسان لحظات في الدنيا ثم يأتيه الموت فينقله إلى الدار الآخرة، فيبقى في عقوبات تلك اللذات. وقد زالت اللذات، وقد أحسن من قال: إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل حياتنا في مرضاته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، القائم على دار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله، اليمن إب.